من بحيرة طبرية، بحيرة الجليل. سنواصل دراستنا في إنجيل متى، عظة المسيح الشهيرة على الجبل، وسنواصل حديثنا عن موضوع التطويبات. هذه البحيرة الجميلة لها ذكريات جميلة، ذكريات في أيام المسيح والتلاميذ، كانت محببة على قلب يسوع. عاش حول هذه البحيرة أكثر من 3 سنين، صنع معجزات عظيمة وعلم أجمل وأقوى التعاليم، عظة المسيح الشهيرة على الجبل. من الجهة الأخرى، هذه البحيرة طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر، وتقع في الشق السوري الأفريقي، أي في غور الأردن، يعني حوالي 200 متر تحت مستوى سطح البحر. فالمنطقة حارة جدا لكنها جميلة جدا. مشى المسيح على هذه البحيرة، هدأ العواصف وأشبع الآلاف من هذا المكان. أعزائي، سأواصل حديثي عن موضوع التطويبات من جبل التطويبات، سنعود بعد قليل. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. جايين يا أبانا اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك ده أنت في الوعد أمين، تملى حياتنا من أرضنا عطشانة بجروح مليانة، من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. أرضنا عطشانة بجروح مليانة، من فيض حبك ترويها
حنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسكت ليك، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسجد ليك، درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى الموعد. أعزائي المشاهدين، نواصل حديثنا ودراستنا من جبل التطويبات عن عظة المسيح الشهيرة وعن التطويبات، ونحن في المكان الصحيح لأن هذا الجبل هو جبل التطويبات، وهذه الكنيسة تسمى كنيسة التطويبات نسبة إلى الثمن تطويبات الذي ذكرها المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس. هذا الجبل يدعى الجبل المقدس لأن هذا الجبل كان محبب على قلب يسوع وعلى قلوب التلاميذ. كان يأتي المسيح إلى هذا المكان ليختلي مع الله الآب ويصلي في هذا المكان، ومن هذا المكان ألقى عظته الشهيرة للجماهير المحتشدة والمجتمعة في هذا الجبل وفي أسفل هذا السهل. طبعا هو من المنطقة الشمالية لبحيرة طبرية أو الجليل الجميلة. يعلو هذا الجبل فوق سطح بحيرة طبرية 150 متر، وهو تحت مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط حوالي 62 متر. أول كلمة ذكرها يسوع طوبة، وكلمة طوبة تعني يا لغبطة، يا لسعادة هذا الشخص، يا لفرح، يا لهنائه، يا لبركته، يعني بهني بالحالة اللي هو عليها. هذا التعبير يشع عن فرح وبهجة، هذا التعبير بدل على حالة السعادة والغبطة النابعة من الداخل وليست من المصادر الخارجية. لأول وهلة عندما نسمع كلمة طوبة أو يا لهنائه، يعني نياله، يا بخته هذا الشخص، بنقول نيال مين؟ يا لسعادة من؟ أول ما نفكر يا لسعادة الأغنياء، يا لسعادة الأقوياء الذين يتمتعون بصحة قوية جيدة، أو الذين يمتلكون الأشياء الكثيرة. لكن هذا لم يكن في برنامج يسوع المسيح. فهنا يصف أبناء الملكوت في سعادتهم وهنائهم وغبطتهم بالمقارنة مع تعاسة وشقاوة أضدادهم. هنا يتحدث المسيح عن رعايا الملكوت. من هم؟ المساكين، الجياع، الحزانة، الباكين، المبغضين، المضطهدين، المطرودين. أوصاف حالات مادية واجتماعية تطورت إلى حالات روحية. هؤلاء الناس لهم الأجر ولهم البركة ولهم الشبع والامتلاء، يقول يسوع المسيح. أولا يبتدئ بالطوبة الأولى، قال طوبة للمساكين بالروح. طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. هنا تعني يعني المساكين بالروح يعني الفقر الكامل الذي لا يمتلك أي شيء، الشخص الذي أعلن إفلاسه بالكامل واعتماده الكلي على الله، هذا الشخص الذي وضع ثقته الكاملة في شخص الرب، لا يملك أي شيء. هذه رسالة المسيح، قال أنه جاء ليبشر المساكين وأنه يسمع صرخة المساكين. فهو جاء يطوب هؤلاء المساكين الذين لا يملكون أي شيء لكن اعتمادهم كله على الرب يسوع. الطوبة الثانية طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. الحزن هون بدل على الحزن العميق الذي يجرح القلب، لكن المسيح يطمئنهم ويعزيهم ويباركهم. ثالثا طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض. وهنا الودعاء تعني الخضوع، الاستسلام، بتعني أحباء الشخص الذي يضبط ويروض كل غرائزه وكل دوافعه. إن الشخص الوضيع، الوديع هو المتواضع القلب.
إن الشخص الوديع هو القابل للتعليم والتشكيل، إن الشخص الوديع هو المتواضع الذي يرفض ويزيل كل كبرياء من نفسه، لأنه بدون تواضع لا يمكن أن يكون هناك محبة، لأن بداية المحبة هو الشعور بعدم الاستحقاق. طوبى للودعاء الذين لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون أي شيء لكنهم يرثون الأرض، سيمتلكون ويمتلكون كل شيء. ثم يقول يسوع: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هؤلاء الناس عندهم احتياج وجوع. قال المسيح للمرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. قال: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. يطوب هؤلاء، طوبى لهم، لأن الله يشبعهم، يسدد احتياجاتهم، يملأهم، يفيض بغناه عليهم. وهؤلاء هم الرعايا، ملكوت الذين يستحقون كل اهتمام وكل عناية من الرب. بدأ السيد المسيح الموعظة على الجبل بالقول طوبى، يعني يا لسعادة، وهي بالجمع يعني يا لسعادات الإنسان المسكين بالروح الذي يشعر باحتياجه إلى نعمة الله، الإنسان الذي يظن أنه قد ملك النعمة وأنه خير، يظلم نفسه لأنه لا يعلن احتياجه للنعمة الإلهية. فقال المسيح: طوبى للمساكين بالروح. التطويبة الثانية قال: طوبى للحزانة على خطاياهم، لأنهم يتعزون بنوال الغفران، لأنه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أعزائي، نواصل حديثنا من جبل التطويبات عن موضوع التطويبات. نأتي إلى التطويبة الخامسة. قال يسوع: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وهنا الرحمة من الله، وطبعا من الناس مراعاة وانتباه. وهنا لا يتحدث عن الشفقة أو العطف المادي الملموس أو المحسوس، لكنه يتحدث عن أعظم من هذا، عن رحمة أعظم. هو وضع الإنسان نفسه مكان الشخص الآخر، هو أن تحس بأحاسيسه وأن تفكر بعقله وأن تكون مكان هذا الشخص. طوبى نيال الشخص اللي بيرحم، لأنه سيجد أيضا الرحمة من الناس. ثم يقول: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طبعا الله لم يره أحد قط. يقول الكتاب: الابن الوحيد، أي المسيح كلمة الله، هو الوحيد الذي خبر. أحبائي، قال يسوع: من رآني فقد رأى الآب. لكن الكتاب يقول: بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب. لكن هنا يقول: طوبى للأنقياء اللي قلوبهن نظيفة طاهرة مقدسة، راح يشوفوا الرب. ثم يقول: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. من هم أبناء الله؟ هم الذين اختبروا المسيح مخلص ورب على حياتهم، هم الذين آمنوا بالمسيح فحصلوا على هذا السلام، السلام من الله، سلام في الداخل، سلام لا يتزعزع في أي ظروف صعبة أو أحوال هائجة أو مائجة. فهؤلاء الناس يقول: طوبى لهم. لطوبى لصانعي السلام، عندما تختبر السلام تستطيع أن تعكس هذا السلام.